قال الشاعر بصوت حسام نصر الله. تلقى محمد بن البوصيري العلم منذ نعومة أظفاره، فحفظ القرآن في طفولته وتتلمذ على يد عدد من أعلام عصره. فلما تعلم الشعر وأحسنه أوقفه على مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، فكتب من المدائح في النبي ما كتب ولم يكتب في غيرها، فترك عددا كبيرا من القصائد والأشعار، منها بائيته الشهيرة التي قال فيها: بمدح المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب، وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقاه وليس علي حوب. نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه، فقيل له الحبيب. يفرج ذكره الكربات عنا إذا نزلت بساحتنا الكروب، مدائحه تزيد القلب شوقا إليه كأنها حلي وطيب. وأذكره وليل الخطب داج علي فتنجلي عني الخطوب. قال الشاعر بصوت حسام نصر الله.